إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: فلما جاءهم موسى بآياتنا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فلما وقتي جاءهم وأيمد موسى فرعون يقول ديسي بآياتنا آيات كنقو ليمد مع آياتنا آيات كنقو ميعيسا قالوا وحي لهذين فرعون يقول ديسي ما هذا كان ما هانين إلا سحر سحر مويه مفترا أولا بين أبورتي وليبه وما سمعنا منا أنان مغلب هذا كان في آبائنا آبيوغن ماننا كما قل آبيوغن نجي الأولين إهريي وإرث الجاهلين ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وحن كسو جريت تفسير كي قرآن كا سورة القصص وحن سو قرني آيات صدن إيا اللح وهاي نوس عتي دروس قصيسي نبي الله موسى قصو ينك نحمر النبي موسى إيوه فرعون يوحي ودحيي بلوغي خرسالة وانسوق هذا الني نبي موسى ورسول الله قد يقول اللي يركع فرعون أتك بهذا الكنو قتوبي إسوغو ليبا آيات وطوء اللي يري آيات كنان اللي تغيسا وركي إلهي بموسى قاتي وحي أتغي نكي فرعونها آيات كعاد عدا يحجوين كعاد عدا وان احتمالي كري نين تأويل ووح قرصون آنا هين بنان يألبو إليه آيات كعاد عدا مركو أركي فرعون يقول ديسي أي أركان هيرك علم قودو وقارسيسنا حتى سحر كودا هدي لغو درو أي أركان إنو كسر ريو أي ماشي أي سبيبي لهايين حقا أي راعي لهايين أي أران لهايين وحي هوري أي قلدها إن قال لي إلهي هنقع فيه وعلامات كالوية قال نقفك أيام بضن مركو قلدمو إنو قرت قلد كيسي لكن هدو درك توقفك وإنتو قلدمي قلد كيسي وسح لي هاي ومن زيين له سوء عملي فراوي حسنا ويكاس وكا أيام كدرن intu isdiibi lahaa oo raaci lahaa xaqqa ayaa wuxuu yiri wax kale ma aha isagii iyo fircoon iyo qoladiis kullu waxay raadeen waa sixir kan waa sixir macnaa waa markii lagu kala adkaaday xujadi oo nabi muuse ku adkaaday suuratu shucara ayaa ku soo baray inuu yiri innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihra wa ba khayana ya shirqool aniga la shirqoolay oo بمعنى أنيقا بشح إيد دكتين بقود السلاح لأنيكا مانت أنهدنو ومدح أنتوسنو ومدود شقين يسير معلن كذين بريبا بيساقع آيات كيلاها على عدائي حجوين كاها أيا وحو كويري ساقي يقول دي سي يوحو ربايستي أردن يو مسكح ذكايستي باوحي لهذين واسحر ولبا سحراء هذا سوى القرآن ملا موسى وحن إلهي باي صدري وسحر مفترا ولبا وبين أبور وحلق بين أبور تيوي ساقونا وبين آله وحن وشيغا يوى وحبا كمجيران وشان قوتيها بسادة نقون هاي سيقا عانتا العد يوى حلا ميتك أنا وسحر نحاوي دليل مركا وإلا إسوي دي الشيء مركا إن كرتوت كهر تمادو تلا هذا مايا وين الدليل هاي سطو لكن ما لعدكم أن محوها يا وحباء ذن المدو ذي كرتد دليل كأي كان نوح النقضي ويلا هذين وما سمعنا بهذا
في آبائنا الأولين موسى إنه رسول يهي هري ما نانو مقال آبا يوغن نوم الشيقين إيل كان نوم الشيقين قرال هران نهي سنان مجرتو معناها ولغا نوى ما نان مقال ويه ولغا نوى ما نان مقال هذا الكاوحي سأوليهين هذا يهل الإيمان هان لهايين ومقل لهايين الرسول النبي صلى الله عليه وسلم وحي إنه شيء إن الرسول شو يسر راعي جرته ومديه نجوه الرئي ومر الله مركو رسول إله سبحانه وتعالى وصل رسول كان لكين جري لكن رسول يمد بين النبي صلى الله عليه وسلم لكن قرأ إن قرأ الرسول وروي هاي سي حق منا ما هينة نين كان ماشى كح رئيسي أو كولي بكوي لأنا إلهينها وين صوص عتادود ديس يحج ديسو حجده مركو واحد نقطة واحد وواح عصب واحد وأنا ونقيني معها وحيد هذا علمادو رمانتو سلفا وخلفا كلمة ده ما نان أقولين يا بيوغن واحد ما نان كسو قارن وعلامات وهو الرئيس اللغو قرت جاهلي عمقي سنتو اللي يقفك جاهلي مديسة سببت وامح واحد وعسوبي هاي الدليل ماه عالم كب مالي والبوح عسوبة صباحا شايقان إنو عسوبي هاي معناها الله ما أوران كره هري ما وحول البوع عصوبها دي الله أوران لها ما أن هري وأقولين أدوك تلاو ما قادك هرين الدنيا دي بساها مركا حقي محظوم الله ينسى مركا حقي لو مد لي شنكر كان اللي يري كان سال لها يأووب أووب وما هافع هذا ما هقل دناه لكن شرعه ما قالوا كمان نسوق قارنين أبيوغ النجي هرا ما أن كسوق قارن شرعه ما يقان لكن شرعه وحي يقان هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين حجدين يا واحد مسألة أنت ذات الدليل كأوه كان كلمة هذا شرعي أشيك تشي هذا شيكتو يري وين قف كستوح حق لي إنه كود هذا محاء الدليل واحد نشيجسه نعيب لو نعبي هاي معها دباتين لو دباتين هاي معها احترام لنا لو احترام إن معها بل حق أي كمتها قف كين بين اللي ويديو محاء الدليل أو واحد كذاته شيئاً كذا تقول كل ويدية محا الدليل وإن ترى إلهي بسايري النبي محمد بسايري إجماع ساكو قنتمي أما قياس كأيان نوعا وإن ترى هذا لكن واحد أوغي بسامي جري إيا واحد وان أرك جري أو وان مغرب جري أو ساعة أمبايا حيث لكن رجل إن الله هو محي دين معه سادرت أبا فرعون وحو يري أبا يوغن نجي هورا وليغن إنو موسى يهي رسول ما ننكب أغلب جنب موسى الرسول مبا هين مركي هورا لكن هاد دالة دري أو رسول نغضي جنس الرسول نينو إلهي در سبحانه وتعالى إلهي ساقع شاقي أو يؤدون كان با وحا الله أبوري أو الله كياني إلا توسيو أو مروا البو مدو أي قلدان تو إلهي سبحانه وتعالى وحي أغطالق لإن رسول أصوى در أمدن تيتي توسيو سادرتيد با وحو دليل كودو نغضي وحا من نقانو مانن اركجيرين ابا يوغن مانن كسو غارين انتاسي حجدوده يا دليل كودو نقطي فلما وقتي جاهم وليمد موسى باياتنا ايات كنغي مركو وليمد بينات ايغو عد عد او ان حافسارين قالوا وحيدادين ما هذا كان ما هانين الا سحر سحر مويه مفترن ولا بين ابورتي وما سمعنا مانن مقلب هذا كان في آبائنا آبايوغانا ماانان كمقال إله باجري يا موسى رسول أه وليغانا ماانان مقال في آبائنا آبايوغانا ماانان كمقال آبايوغانا يا الأولين يهرييي وقال موسى موسى وحيدو كلكو كلمة دا مقالا يا سحر سو لو استعمالا يا حقي ربي ربي غيبا أعلم أق بمن قفك جاء الليمد بالهدى هنوك الليمد من عنده الأكتسك الليمد ومن إلهي بأك تكون أيوه هاني سله إساقا عاقبة الدار عربت ونكسن الدنيا آخر الله بضبا إنه شان يحاله لا يفلح مقول يستبول الظالمون وقوى ظالمين تي مقول يستان نبي موسى أيا كلكو إنتو كتاب كي تورادها الليمد وقعنتي حجوين كي آيات كي كلا إلهي أسي الليمد اللي هو يلوه سحر أدو أرقا ولا ياوي موسى مركاسا وحو يري إلهي با أك غفك هنون كالليمد إيه ألا أكتيسا كالليمد هذا الكو استعمالا يا موسى فيريا ورسول إلهي
هنون بكدل سوغن يهي إلهي بكسو قاضي وإلهي با سبحانه وتعالى توس إساغ ألاحظ لي أوحي وذي وكلم الله موسى تكليما ومع ذلك سا أيتهاي تفويد بو سميي معناه دعوة السيئان لوغا عرارين أيا موسى أورنين أدنواب قلدنتهاي أنوغن حقا كتاغني لكن وحو يري إلهي با وحو أغيهاي قفك حقا ألا أكتيس كليمت مركا وا أيو دوا موسى isaga weeyo qofka xaq la yimid waa koow waa mid labaad adduunyadan ilaahay baale subhana wa taala isagu cidu badbaadiye nabad galiya ba nabad gasho cidu isagu halaagana way halaagsantaa uuri mid kale ilaahay subhana wa taala isaga garanaya qofka cidibta damba ay iska leh cidibta damba qofka iska leh cidintaas waa labo adduunyada cilib wanaagsan iyo gargaar iyo guul qofka ku dambayn doona ilaahay isaga garan wa midda labaad ee cilibta aakhira ah oo guusha aakhira ka ay raaci doonto ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa u gelinhayo cilibta wanaagsan waa jannada ilaahay subxaana wa tacaala u geliyo qofka ilaahay baa garanhaya buuri waayo marka kaasi waa rasuulka iyo inta raacda waa labo waxaa kale u raaciya waa midda saddexaade إنه لا يفلح الظالمون هل بانو لكن كو شيغيا كو الظالمين تي مقول استنبول ظالم كو مركا وا ايو وا اسغ وا فرعون ما اورن ان مركا فرعون وا ادو ظالم باتا اي ظالم نو ولي مقول است لكن حق رسالتي و خي اوغوت و خبا اسون كا قارين ان اسغنا ان كو كليين سي عام رساله دو نقطو مركا سا و خي انه لا يفلح الظالمون ظالمين تو مقول استان و فيرسو dhulmigu waa mid weyn mid yar waa shirkiga ugu horeeya dhulmi ilaahi laga galo dhulmi bilowaadanka laga galo dhulmi naftaada laga galo dhulmi xuquuqda dadka dhexdooda la kulli way soo galaya intoo dhanna qofkan ilaahi aqoonin baa leh oo ku sifaysan saa darteed saddexdan tilmaamood labada tilmaamood ee hore muusa ku sifaysan oo xaqa la yimid cidhibtuna wanaagsanna iska leeday wayna dhacday oo cidhibta iyo guusha yay raacday nabi muuse yaa salla halaagay fircoon oo kii daalimka ahaa tilmaantan dambena ninka ku rumoobay ee ku sifoobay ee daalimka ah waa isaga daalimkiina waxaa lidhi ma guulaysto daalim marka daalimka guulaysanin marka yuu noqday fircoon buu marka uu noqday marka tafwiid baa la yidhahdaa qadiyadan oo kale oo qadiyadiibuu intuu u bandhigay buu isagoo waxba isagu farta isku fiiqin yuu caam ahaan ula hadli wuxuu qawaacid baan ku siinayaa xaqa laguma garan karaa caqliga ilaahay baa garanhaya qofka horta uu alla dooranaya isaga isaga khiyaarka u leh xaqa ka la yimid ee alla agtiisa ka soo qaadayna ilaahay baa ogwaana aniga laakiin waad inkirsan tahay weeye hadalku waa midda labaad ee cidhibta wanaagsan cidda iskale alla garanhaya walcaaqibatu lilmutaqiin weeye oo qofka taqiga ilaahay ka baqaba iskale waa rususha iyo inta raacda dhaalimiintu ma guweystaan waa qof walba oo ilaahay diida subxana wa tacaala adaana ugu horreeya kuwa dhaalimiinta ilaahay diida subxana wa tacaala marka warkii oo dhan waa u caddeeyey laakiin tafwiid iyo caam ahaan ayuu ugu shawaana sida la rabo akhlaaqda inay noqoto qofka muslimka ahoo qawaacidka uu isticmaalo qur-aanku baa la rabaa qofku marka uu hadlayo iyo markuu wax dejinayo iyo qawaacidkiisa inuu ku saleeyo weligaa waxa caam a weligaa khaas lagama dhigo masaladu inta ay caam noqon karto khaas lagama dhigo masale duuduub iyo asr u baahan afka laguma qalluuciyo saa darteed qawaacid baa jira qur-aanka laga bartay tafwiid baa meesha jiro anigaa xaqa ku sugan walow adigu si kastaba aad isu aaminsanaatiina sunnadii iyo rasuulka sal sl kitaab qur-aan ku toosan tahay laakiin anigaa ku toosan waxba odhanin war nooc qofka toosan waa qofka noocaa iyo noocaa iyo noocaas a dheh marka waxay noqonaysaa waxaan la kala xigin bay noqonaysa lakin ani haddaa tirahda marka mushkiladu wa qaala muusa muuse wuxuu yihi rabbi rabbigayba أعلم بمن قفك جاء ليمد بالهدى هنونك ليمد من عندي سجى أكتيس كليمد ومن إلهي سجى أبتكون أيوهان يسلو سجى عاقبة الدار عربته ونعكسن دارت عربته ودارت الدنيا ذيو دارت آخر مهمة هذا الله سعودنا ودارت آخر لأنها دارت الدنيا وشير إنه شأني إي حاله لا يفلح مقوليستان الظالمون الظالمين تمقوليستان ظالمين تولقون مقوليستان وقال فرعون فرعون مركو يحول يا أيها الملو مدح يوين تيي كوحضي ديي
ما علمت يدين موغي لكم يدين كمين إله 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 سو غيري أنيق أنا هين فأوقذي هوري بولي لي أنيق يا هامان هامان على طين لوبضة كورك يا ذا يهوري لوبضة يشيل فجعل وحدي يشال لي أنيق سرحا قصري يسمي لعلي ومعتك سمين لعلي وحن مضنهي أطلع بلنا صوفيري إلى إله موسى موسى إلهي سيلا صوركم سمدوا كل شيء غيو وإلا نقول لا ذن وحن مرينا يا من الكاذبين بين عليها شو إنه كم ذي هبنا ملاينا يا يقول آيات دني قرآن كوحو عدي خوف كالظالم كي قردرا إساقا قرتي سكوه لكن اسمان قرن هايو كلمة ده هو استعمال يا فرعون في ريا نكي فرعونها حيري أو كل جوابي علاها الله qoladii meesha ku joogaystay meesha uu ku haystay oo meesha uu ku yiri ilaahay baan ahay ee isaga uu daba socday bulla hadlay uuraya iyo halmalow ayo halmalow waxa laga wada dadku waa laba taabiic iyo matbuuc waa dadkii matbuuca ah la raaciyay wasaarada iyo madaxda iyo ugaasiyada iyo suxaradi iyo ragii madaxda diimeed iyo madaxda sultanada ragga ahaa iyo madaxda xagga dhaqanka kulli wuxuu dhana iswata malaw kuwa umada hoggaamiya bulla hadlay laan dadka kale taabiic iyo iska raaciyaan xuri degista meshay wal suuyni toma shirba mahshirba la suud wala karbaxay muusa wuxuu la soo istaagay allah wa kaligi wa khaliqu samawati wal ardi adna adon batay sawra wuxuu yiri maay dadki marka way waray waan la kala saaro dadki si la hadlay oo wuxuu yiri ilaa xujeen isagu ma keenay laakiin muusa xujeen aad buu keenay waa wax lagu qanci karo muusa inuu rasuul yahay waa inuu marka dadki la dagaalamo oo adduunyada dhinac kale u rogo wuxuu yiri wal suud waraway ilaahay jeega sawamax وإله رب السماوات والأرض وإله رب السماوات والأرض علاه الله وزير كيسين كارتا قبي نبي أنه حكسه صلى الله عليه وسلم إلهي مركو لدون وقفك مدحظة أخير وزير في عمو إلهي سبحانه وتعالى الدياري إلهي لكن مركو صدوك للشر لدون وقفك مدحظة وزير حمو إلهي سبحانه وتعالى الدياري ayada balaayada fir'aawn meesha laga raacay wasiir xumada labada nin ee adduunka ugu xumaa baa xagga xoolaha iyo xagga siyaasadda gacanta ku hayaa Haamaan iyo Qaaruun ninki Haamaanaha oo ilaahay ninkani waa ra'iisul xukuuma macnaha waa ninka isaga kolkii laga reebay fir'aawn meesha ninka ugu sarreeya weeyaan ee siyaasadda gacanta ku hayaa saltanada waa ninka go'aanka iyo hadalka iyo goro ugu sarreeya ninkani wax ka weydiiyo waa ninka u dhaxeeya isaga iyo shacabka والله اللي وحريها مانا وكالي وراني موسى باني سيسناي بلور تصيفي عنها اللي إيدي قيستو عيدا كيف الله الله يددك وحوري هورتا إله أن أني أهين بأوكي فور موسى نوراني مجيرو إله أن أني أهيني وعيدا ذا وحوق غير يائنو إلهي جيرو لكن وحوري أنوغو إله أن أغهي إله أنوغو أن أغهي أو أن أني أهين مجيرو وكو سبب حجدي سكوغي لانه ما ان في نين الهين جيرو لكن وحان في وا ما حي اسغ علمي جيسو ان فينو سن اله اوغين وكو وحرت اله ان انو ايدين اوغاهي انا قانو نكن وحبو شيخ شيغياي لكن انو وحان اوغاهي ما جيرو وكو اما نكن وحو شيغيو هبسين مخاين سوماليدو هل بالا سيسا سوما wuxuu muusa sheegayo ilaahay ilaahay ba jiro oo samad u jira bal ana barinka soo hubin hayo soo arkaya arwarta waxaan ogaahay ma jiro wuxuu aan fi cilmigiisa ma jiro laakiin muusa wuxuu wax la jira ilaahay marka muusa uu sheegayadan bal soo fiirin haya faatari'a ila ilaahi muusa wa inni la'dunu min al-kaadibin wuxuu baanaraynu yaay ayaan u malaynaya buul ilaaha muusa fiiri ma oranin ilaaha la sheegayo لأنه يسوق مرة ما يسنو ضد كينا هدو أران لها إله إلا الشيء غيو هدو واحد هو إله إلا إله مركب الجربة معناه وحوري إله موسى لأنه يا الشيء غي موسى إله مركب موسى وشيء غيو أنا قلت إله هو أنا لكن إله وموسى الشيء غي مرة وين صار كبوري وحول بيصير رعي وأنا سكب حيا و ساعة وأنا دسوس برسينا يا لكن وإني لا أدنه من الكاذبين قانك مو قادر الردي waxaan u maleynayaa buur inuu beenaalayaa baan u maleynayaa waxa kale oo koos baxday ninka saale wuxuu sheegtay isagu wuxuu horta qiray inuu jahil yahay wuxuu raanu ilaah aan ani ahayn ma ogi
وكو cirkan inuu sanawadu ku gaaro lahayna wuu qiray wuxuu dhul ka hal iga dhisamay deer deer oo fuulaha laga dhisay wuu dhulka wallaabo mida kale wuxuu isagu yiri Soomaa Ilaahay Ilaahay baanay macnaheedu waxa weeye wax ka siin ogaada marka maadaama uusan waxba ogeyn uusan sabadan xataa wax ku jira iyo warba ka haynin macnaheedu waa maxay Ilaahay ma baahaba marka waxaaba ku filanba Ilaahay waa qani oo ma baahano isaguna muxuu u baahan yahay guryo in loo dhiso iyo salaamay in wax soo daydayo oo soo meereysto oo soo fiiriyo adduunyo u baahan yahay intaas marka ku filanba in la yidhaahdo war miskiin iyo meeshan marka waxay meeshan mufasiriintu waxay yidhaahdeen waxaad ogaanaysaa caqligu waa labo caqli shaqaynaya oo waxna aqbali kara waxna diidi kara waa sida loogu talagalay qofka caaqilka ilaahay subxaana wa tacaala uu caqliga u siiyo oo mukallafka looga dhigo xayawaanka looga bedelay wey qofna waa qof uusan ilaahay khayr la doonin oo qalbigiisa waxa ka taagroonaaday sharka ma aqbalaba wax kale wax kasta oo xun oo lagu shubto hor uu ka aqbalaa dadka meesha fadhiya oo la hadlayo ee madaxweynta ah waxay hadday caqli leeyihiin oo caqligoodu caqli sax yahay uu oran lahayn isla markiiba soo ilaahay ma tiidaa maxay tahay ilaah kale marka deedeysay daadad ilaahay tahay adigu waxbaba hadaydeen ilaah kale ma jira macnaha duu jiri lahaa ogaan lahayd laakiin iyagii baaba sii ordayo oo qarbash qarbash laynhayo oo guryo dhisanhayo oo adduunyo oo isagii bay salaam u sii samaynayaan iyo adduunyo u koro baa loo sii samaynayaa tayib saa darteed ayaa wuxuu yidhi weliba xukun buu gaadhay oo waxaan u malaynayaa beenaale inuu yahay mar haddaad mas'alada kolka horeba go'aan ka gaadho haba sugin boorta inaad ku intifaacsato saa darteed baa sharcigeenu wuxuu ina amray intaadan shayga aaminin baad shayga xaqa asalkaba u fiirso haddii shayga aad doonaysa inaad ilaahay ugu dhowaato cibaaday wax kasta lama aamino laakiin marka hore waa la hubsadaa shaygii markaad hubsato ood caddaysata inuu xaq yahay maxaad aaminaysaa kadib laanu haddaad shaygan aaminto way kugu adkaanaysaa inaad ka tagto saa darteed ba hadda waxay yidhaahdeen markii horeeto aabayowga naga hore maanaan ka maqli jirin isagina wuxuu ku yidhi aanu ilaahan aniga ahayn oon idin ogahay ma jiro ee bal ii hori dab ii hori muxuu ahay ii hori dab wa qaala fircoonu fircoon baa wuxuu yidhi yaa ayuhaa wayaal malow ciidankaygo madaxyo weyntiyey maa calimtu idin ma ogin lakum idinka min ilaahin wuxuu ilaaha hayrii oo aniga aan ahayn maxaa la sameeyaa marka fa awqid waxaad ii huri saalli aniga yaa hamaanu hamaanow cala tiini dhoobada korkeeda ii huri dab iga huri waa kow fajcal waxaad ii yeeshaalli aniga sarxan sar iyel sarye sar weyn oo qasri oo dheer ii samee lacalli waxaan mudnaya aliic inaan soo fiiriyo ilaa ilaahi muuse muuse ilaahiisa wuuba qirayba inuu ilaahay jiro wuuba qiray wali laakiin ilaa khaasab ka dhigayaa wali anigoo laadunu waxaan u malaynayaa buri milal kaadibiina kuwa beenaalayaasha ah baan muuse u malaynaya rasuulka ilaahay baa wuxuu leeyahay waxaan weliba u malaynayaa inuu yahay maxay beenaale inuu yahay ayaan u malaynayaa tayib masalada ilaa yowmina lagu muransan yahay ee rag la marsiin laaya waa maxay ilaahay baa kor jira soo maaha fircoon soo gaal ma ahayn soo ma odhanin aniga ilaahay ah inta mare uu yidhi ilaahay baan ahay mar wuxuu yidhi ana rabbukum lacla marna wuxuu yidhi maa calimtu lakum min ilaahin hayri marna wuxuu yidhi alaysa lii mulku misra wahadihi lanhaaru tajri min taxtiha falaa tubsiruun ninkii nooca ahaa markuu yidhi ilaahay baan doonayaa oon soo raadinayaa xagu aaday kor hoos kama raadinin xaggee meeshuu muuse ilan muuse waa la ila hadlay wuuhi anoo meel heble ilan meel heblaa la igula hadlay buuhi soo maa ma odhanin dhulkan aadayaayo xaggaa iyo bal duursiin baan aadaya dhulkan ka soo fiirinaya ma odhanin laakiin isla markiiba wuxuu aaminay ilaah xaggu jiraa kor buu jiraa macnaha caqligaa kaa lagu fahmi karaa lagu garan karaa oo waa maxayse caqli lagu garan karaa allah subxaanahu watacaala kolkaad tidhaahdo isla markiiba waxaa kugu soo dhacaysa ilaahay ugu sarreeya haddaba midka sarreeya seebuu makhluuqiisa uga hoos marayaa marka waa yahay samadu waa makhluuq derbiyadu waa makhluuq buuruhu waa makhluuq haddaba khaaliqu sideebuu haddaad makaan ku tilmaanto hoosa buu ilaahay jiraa subxaanah meel kastuu ilahay ku sugay haddaad tidhaahdo ilaan meel kasta waxaa ku sugan kamida hoos baa kamida ilahay marka subxaana watacaala marka makhluuqiisa seebu uga hoos marayaa marka hoos in la maro waa calaamaadka lagu garta naqsiga ilaahayna subxaanah watacaala waa ka nasahan yahay wax naqsiga waa ka nasahan yahay ayib
حتى أقول لك ده يوحي صوصار الحيوان كمركب نباته ده كل جسور ده يشبرها حولها ورابها مركو نباته ده أفكو كرتاجة حتى اللي بيحكو أفكو كرتاجة بيلا ده تم فهمين كل كأي حيوان أفكو كرتاجة مذو اللي بكرب فيه ريا لكن واحد وس أذاي بشرته ويا صادرت الله سبحانه وتعالى أهل الباطل وحكوت اللهم إنهم إلا كلا نعم بل هم أضلوا يا كسي الدرب رب سبحانه وتعالى واستكبر واسكبري هو إساق فرعون إيه وجنوده عيد مديس في الأرض لك دحديسة وما حقبها كبير كاسي بغير الحق حق الآن وظنوا وحي أم ليان مراهن وشكي أنهم يقوا إلينا حق نجا لا يرجعون إنا لسوع لنهن إله سبحانه وتعالى وحو ليه ننكي فرعون أها يعيدا كيسي يا مدحيا وين تيسي يا دولدي سي يا كل جود واسكبريان وسلوينادن وسلوينادن وحينا هاي بايس بدن او وسلوينادن الى كبران وسلوينادن مركم حقبه مايا بغير الحق حاجرا وحو الهي سبحانه وتعالى خاص الي هاي طلبت المامود لبدات المامود وحو الهي لقفكي اغو قبصدا حكما كقاضيا ولا بأن جرجورت الجلي كرين وعظمة ضيّه هي كبيرك معناها كبيرك يا إسكاله إلهي بإسكاله سبحانه وتعالى صفات كبيرك الله 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 بإسكاله نو إسكاله فتن هبل كبيراني وكبير بدنيه كبيرك مركب وام حي كبير كورت يا إسكاله بين الرياله الله سبحانه وتعالى أدون كمرك كبير كسي فورت كبير ما كبير كار لكن كيس بدين كبيري وما حي جنة إله وكم ممنوع صدرت النبي قال حول قلب مثقال ذرة وحلا يقوق كبير قف كقلب يسكت وانت جنة إله مجلية سبحانه وتعالى كبير إذا يا إسكاله إله بأسكاله عظمة يوين كيا إسكاله إله بأسكاله سبحانه وتعالى صادرت با ادون كو مركو حتى سلاده تكون الى هرتي مركو او غدويها وا وا مر وا غورما وا مركه او صفده او سغد ليس سغد لي وجهك مركو دلك سار وحبنت او شرفت بدن مركو دلك كو هيو مركو مركو الى او غدويها سبحانه وتعالى كبرك مركو الى سبحانه وتعالى اسغاله عيد كو شيغان كرت صفه الكبرياء الى هن بجرتو اسلوينك يا عظمه يا كبرك إلهي سقى إسكاله سبحانه وتعالى إلهي سقاله خوفك كقب صدن إلهي سبحانه وتعالى بلن وحوق قاضي إنك قاضي أيوه أيوه بلن قاضي طيب رب سبحانه وتعالى وحوله مركا كبرك مركا سأنفا وحاجر طول الله اسكو قلدا كبرك إيه حرقضا بل اسكو قلدا كبرك إيه حرقضا وكلا لبو حرقضا شرعي قابا وين في عانتهاي قفك مؤمنك وإن أحرقوا إنت أو ذكره لكن قاب هو حرقون هيا وقاب بنان وشرعي إسلام كأنه حتى كجر تمثيل قال دينو سوء كيسية نرق روح بضان إنو حلو عنطفي عن إنو عنو نظيف إنو أهادو إنو إسكتني قف عن عندنا أباهنين وحرقون وشرف بنان طه بل إلهي باجعله سبحانه وتعالى كبيرك لكن لو حمل قال له كبيراني ميل وسخ لما فرستو قال هدو يهي وسخ لأماشا أقو معناها ودح فريست ديق ديق يمحوها وسخ ودح حوض بري عدد ودح سيحضو ومتكبر ولكن مر إله إنكر سبحانه وتعالى إله إنكر سيه النبي قالنا مركا أريد أحكي جوابي جواب عن أبا هنا ينفسر النبي قال أصحابتي رسول كان ساء هو ارتكبرك كسير رسول كلا كبر كوا محي النبي قال صلى الله عليه وسلم وبطر الحق وغمط الناس لا لا ويبر كبر صلى الله عليه وسلم نبي سو إلهي القرآن كانوا بس هو دجين النبي صلى الله عليه وسلم إنه أفسر أمضى النبي وحولي الكبير وحال لها بطر الحق حق أتسكلي ويناتو وروي ورشيقا إلهي بساحكم يكجو وارنا قال ليحو إلهي بساجري أكل ليحو مي وإلهي بسدن حكمي مي كبير سلوينا إن ده هنا الحق كلا لسو وكو وقمت الناس تدخل ديار إيساتو ضدك مسلمين تهاود استراضون ألاك خطر صن أذاك اللي بحسن أذاك عجيب سن ضدك هردادس أركتو صفاداس أديقو أي كو صفايسان إن ضدك كل يريهين معنى هذا وحي كتو سيسا جاهل لماذا هذا سببت وامحي
waxaad markaa weynaynaysaa adiga naftaada. Naftaada tilmaanta marka la tilmaamay fiiri marka ina nafsa la amaaratu bisu wamaa ubariu fiiri nabigu subxana wamaa ubariu nafsi ina nafsa la amaaratu bisu. Si kasta u dadaal oo wax kasta samee oo si kasta yeel oo wax walba samee, kuwii taniya maalintay dhasheen iyo naftu intay ka dhacday xaqa un u taagnaa ee cilmiga iyo sharciga iyo wax walba naftooda iyo maalkooda ilaahay u horay baa habeen iyo maalinba ooyi jira odhan jiray dadka ilaahayna ugu liita. Laakiin haddaa istiraada dadka adaa ugu fiican waad kibirsan tahay. Saa darteed ayaa qofka noocaas oo kale wuxuu nabigu ku tilmaamay sal allahu calayhi wasalam maalinta yowmi alqiyaama iyagoo midqaali darada ka yarirna imaanayaan isla weyna da isla weynaato tayib. Walidaalika saa darteed ba ilaah wuxuu ku tilmaamay ninkii fircoon la odhan jiray meesha laga raacay waa maxay kibir isla weyna isagiyo ciidankiisi baa kibri wastakbara waa kibray huwa isagayo wajunuudu ciidankiisi fi lardi dhulka dhexdiisa balday dhulkan yaa iska leh allah miyuu kii in lagu kibro fasaxay maya waa gardaro. إلهي ويقول سبحانه وتعالى وظنوا بغير الحق حق لهم بين كبرين أو معناها كبر حق من نقونا يمرنا بقى وظنوا وحي أملايين وحي كشك ينوي أيضا وظنوا وحي أملايين وحي كشك ينوي أنهم يقوا إلينا حق النجا لا يرجعون إلى لسوعين وحابا شك كجلي مد باجرتا وصن مرنا قفكو إنكيرن علمي النذريات كالإله هذو لما إنكيري كارو in la dhimanayo loo jeedaa soo waa la tegayaa waa la socdaa waa loo jeedaa laakiin meesha waa maxay laisku hayo waa soo noqodka. Saa darteed in la soo celinhayo oo ilaahay lasoo horisaaji taaway ta shakee ka qabaan. Saa darteed ba rabbi subxaanau watacaala wuxuu yidhi waxay ku shakeen in lasoo celinhayn maxaa haddaba ka dambeeyey soo muuse odhan muuse innahu laa yuflixu aldaalimuun wuxuu rabbi subxaana watacaala ilaahay fa akhadnaahu waan qabanay hu oo isagii a fircoon iyo wajunuudahu ciidankiisii labadaba fanabadnaahum waxaanu ku tuuray fi lyami badda dhexdeedii fandur bal waxaad fiirisaa kayfa sida kaana u ahaaday caaqibatu aalimiin aalimiinta cidhibtooda say ahaatay bal fiiri ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay ninkii fircoon ahaa iyo ciidankiisii iyo dowladdiisii iyo xooggiisii kulli waan isla qabanay buu rabbi subxaana watacaala u leeyahay. Macnaha waxba lagama reebin isagaa ninkii gaalka ahaa ee ummadda haligay ee bese lama odhanin laakiin isagii iyo wax alle wuxuu watay oo dhan waa la isla qabtay. Rabbi subxaana watacaala wuxuu leeyahy baddaan ku tuuray badda ayaan ku tuuray. Mufasiriintu baddan waxay jeediyeen ma webiga nail baa mise waa badda barhkood waxay ku fasireen webiga nail laakiin waa khata badda weeye waxa ilaahay subxaana watacaala uu ku tuuray. Qur'aanka ayaana saaqiraya tilmaanta uu qur'aanku tilmaamay webiga laguma tilmaami karo tilmaanta macnaha qur'aanku qadiyadan uu mar walba dhinac kaga yimid qur'aanku keliya badda ayaa ku sifaysan bal allah baa subxaana watacaala magac kasta u isticmaalay webiga maaha waa badda. Ilaahay wuxuu leeyay subxaana watacaala waan qarqinay oo isagii ciidankiisiiba badda moolkeedan ku qarqinay xataa baddii lakala jeexay ka dawdi lcadiim ay ka noqoto. Tayib aayad weyn baa marka meesha ku jirta. Ilaahay marka wuxuu yihi subxaana watacaala fandur kayfa kaana caaqibatu aalimiin bal aalimiinta cidhibtoodu meesha ay ku dambaysay bal fiiri rabbi subxaana watacaala uu leeyahy dulmigu waa wax laga cararo oo wax laga yaqyaqsado oo wax la iska ilaaliyo oo wax ilaahay la weydiista inaadan marna dulmi ku sifoobin ama ha weynaado ama ha yaraado. Adulmu dulumaatun yowma alqiyaama yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltu baynakum xaraman falaa tadaalamuu ama aalimka adduunka ma yarbirbidhay waxma lagu kordhiyey ma ka dartay wilal ma yeelatay xoolo ma yeelatay cimri caafimaad ma heshay ina allaha la yumli aalima xataa ida akhadahu lam yuflithu wuxuu ku tilmaamay nabigu ninka aalimka geed weyn oo kale oo hal mar sida hufa ama dabayl ay ku dhacday geedka weyn hal mar buu hoosta ka go-aa hadduu goomarda miyuu soo fufayaa waa maya. Saa darteed lama arag taariikhda ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo ee aalim liibaanay oo cidhib yeesha weligii lama arag weligii lama arag lannahu dulmigu waa khadhaadh khadhaadh weeye midhaha laga gurtana sidoo kale waa khadhaadh. Fa akhadnaahu waan qabanay isaga iyo wajunuudahu ciidankiisii fanabadnaahum waxaanu ku tuuray fi lyami badda ee fandur bal waxaad fiirisaa kayfa sida kaana u ahaaday caaqibatu aalimiina aalimiinta cidhibtoodii wajacalnaahum waxaanu ka yeelay aimatan hogaamiyayaal yadcuuna dadka ugu yeedha ila naari naarta xaggeeda ugu yeedha biisa
ويوم القيامة ما لنت قيامهنا لا ينصرون لوما قرقاريو علمه ذو الله هجان خير قبا يهجان كار قبا تذكروا الله ذاهم بس إن الشرك هجان تاي ين الخير هجان تاي إله سبحانه وتعالى فرعون يقول دي سوح كتل مامي وجعلناهم أئمة إبراهيم نبي إبراهيم يولش يسير محله كتل مامي سيدوك لو جعلنا أئمة لكن ميت كودنا محله غدا إذا خير كودت كم حوية يا نبي ذي إله إبراهيم يجنة لكن فرعون إله وح كتل سبحانه وتعالى كودت كأوية يا نار تأوية مجرى قفك أورنها يفيري كالة نار تقل لكن محله حوية يا وام حي وام عصيادة معصية ذوي معصية ذي يرد اللوجي يرانا محكم لنا هيسا إلا وعذابه صادرت يا رب سبحانه وتعالى فرعون يا مدحيوين تي يا جالدي يا ظالمين كوي شرك يا كفر يا فسق يا حق الله دجال لن كيس أردي وحول إلهي كر وسبحانه وتعالى وكتل ما مي وحان وكرنا هو جامية يال ضدك هو جامية لكن عذابك كوه جامية كرنا رب سبحانه وتعالى وليه إلى يوم القيامة وفيرسو وحوال بقو خلط او آتسما يسي او هجان حن او ضدك اوهر مرتي حتى قفك كاقاقضا اذا كوسيبر وليق وكوسعونا الى مالنتو يوم القيامة لكن وحيرو وناقا هداتسما يسي او لقاقضا اذا وليق وكوسعونا يسيدوك ليساقنا غير كيسي سادرت اذا قفك مسلم كاه وحال لقدبون الهي رميسان الله قفك رميسان وحال لقدبون ادونك مركو جوغ انو اس الاليو ظلمي انو اس الاليو ظلمي قوابتي way adag tahay inaan la helin qof dhalim ah aan ahayn way adag tahay adoo adag tahay imma qofkani waa dhalim oo qofka naftiisa buu dulmiyay imma waa dhalim oo cirdigiisa buu dulmiyay imma waa dhalim oo naftiisa iyo xoolisa iyo cirdigiisa buu kulligiis ku darsaday waa dhalim qof hadalkaysa waliga aan hadal idin dhaxmarin oo ku arag waxba ka aqoonin laakiin iska ka dulminaya labiya toban ka maanta qowla kugu dulmiyo ficilaha kugu dulmiyo labiya toban ka maanta waa ku dulminaya balu fiirsada dulmiga aaba waxa uu waxa way ilaahay soo adoomadan ma abuurisoo adduunka ma taagin adduunka markuu taagay ilaahay wuxuu subxaana wa taala adduunkan ana taagay ana iskala waana xaaraantinimay idan dulmin maayo miyaysan ku filayn dulmiga wax lagaga cararo ilaahay awooda leh ee awooda allah subxaana wa taala soo rabay inuu ka yeelo inuusan ku dulmiyeyni limaad marka dulmiyaysa qof kaleeto tayib وحق الله تكون بشاري ستا ظلمي قو عربت أكدن بينها يواتا أم بس فرعون هلك أكدن بي أم بكدن بينها قرآن كان وكلام الله ما هذا اللي اسكيري ما هو واحد اللي اسكشيك شيغو وكلام الله هو منهج كألا ودجل سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحميد وي وخصب مليه سيئة النتيجة دي سوال قرآنها يوال أركها يا طيب إلهي وحول سبحانه وتعالى وجعل لهم وحن كي اللائمة هقاميال ويدعون ويردتك إلى النار النار ويوم القيامة ما لنت قيامنا لا ينصرون لو مكر كاري إلهي مركه ورساقان سؤدونك إني باطلاس مراعين الله مركه ورساقان لو مكر كاري عيدو قرقاري سامجرتو الله مركه اللي هرتا قيهي وضماتي ويوم الجزاء لكن يوم العمل ما هما اللي سقر قار ما وما لك العر يوم يفر المر من أخي وأمي وأبي وصاحبتي وبني وما لك لتقي كل نفس ولبا كل نفس بما كسبت رهينة إما خير هديته وهي ليس هذا الشر هديته هنا وهي ليس وأتبعناهم وحن راعين لي في هذه الدنيا الدنيا لعنة على الضراعين ويوم القيامة ما لنت قيامهنا هم إيقوا أمبا من المقبوحين كل فوقيه وكوا عذاب كل قفوقيه إن حريص اللي قفوقيه نعرضه إيه راضي إلهي سبحانه وتعالى وحوليه الدنيا وحن راعين لعنت بمعنى وحن لعنة ضي الأولون والآخرون تنية ما لنتها وحي لقب بالله فرعون مركي لصور شيء لعنة الله ألا لعنة الله على الظالمين شعب الرحمن مسيح دلوا حليه أمر كايساقا أما أهمانت وشي مشاهد الله أركا يو قفا لي بكلكو قال إيلا صوح هذا القاضي أما فرعون لصوح هذا القاضي عيدا قسيب عاشيسي لعنة الله عليه بألا ورانا يا ولا عاية هيا ولا فلقاذين هيا سيدا قفك وناكسن إلهي أغرب عرب وناكسن أنبياء إلهي سبحانه وتعالى إيا أمان إيا دعو سيدا ربي سبحانه وتعالى أغرب نعرض بأن الراعي النبي ربي سبحانه وتعالى وليه هي الدنيا ذنو عدوى لبا فرعون مركي سوى هذا القادة ويلا عنا ضيسا عدوى لبا أو مؤمن أمركي سوى هذا القادة فرعون ويلا عنا ضيسا وكو
maalinta yowm alqiyaamana kuwa la fogeeyey ee loo carooday ee la nacay ee naxariis ilaah laga fogeeyey weeyaan. Maqbuux waxa weeye ka la fogeeyo ee la eriyo ee loo carhoodo ee la naco weeye. Intaasuu rabbi subxaana wa tacaala isugu daray. Wa atbacnaahum, waxaan raacinay fii haadihi dunyaa, adduunyadantadeeta dhexdeeda lacnatan baan raacinay. Wa yowma alqiyaamati, maalinta qiyaamahana hum iyaga unbaa min almaqbuuxiina kuwa la fogeeyey ah ee loo carooday lala dagaalamay. Walaqad xaqiiqe ah aataynaa, waxaan siinay muusa muuse alkitaaba, kitaab baan siinay. Min bacdi maa halagnaa, intaan halaagnay kadib, alquruuna qaryadii aluula ay ka horreeyey, basaa'ira xaal u aragti u yahay kitaabkaasi linnaasi dadka, wahudan xaal u hanuun u yahay, iyo waraxmatan naxariis, oo muxuu kitaabku taraya, lacallahum waxay mudan yihiin, yatadakaruuna inay ku waantoomaan, wanaaggiisa qaataan, xumaantiisa wax xunna ka dheeraadaan. Wuxuu rabbi subxaana wa tacaala uleeyay muuse, waxaan siinay kitaab, alkitaaba baa lihi ashwa cahdiyo, waa kitaabkii la isla ogaa, waa kitaabkii tawraad ahaabaan siinay. Waa kow, goorma rusul ma ka horreysay? Haa. Qaryada ma ka horreeyeen? Haa. Quruun ma ka horreysay? Haa. Kuwa la halaagay ma jiraan? Haa. Nabi muuse rususha ugu dambeysay buu ku jiraayo, rusul fara badan oo badan oo badan oo badan oo badan oo badan baa ka horreysay, oo nebi yuusuf baa ka horreeyey, oo laga soo bilaabo nebiyullaahi nuux, rasuul badan baa u dhexaysay. Rasuul walbana markii lasoo diro oo ummaddii ay diidaan, ilaahay muxuu ku samayn jiray subxaana wa tacaala? Wuu halaagi jiray. Laakiin aayaddan waxaa laga qaatay baydhan culimmadu laga bilaabo nabi muuse markii la diray, qolo gaara iyo koox gaara in la nasaxo ama dhulka lala gooyo mooye, rogitaan caam ama dhicin bay yidhaahdeen. Bimacnaa aayaddana weeye waxaa laga qaatay rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyay, intaanu halaagnay wax badan kadib baan muuse soo dirnay, laakiin muuse lama odhan, isaga waanu halaagnay, kuwiisi lama odhanin. Tayib, rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyay, kitaabka aanu siinay waa kitaab wax lagu arko, xaqa iyo baadilka kala caddaynaya, shayga xun iyo shayga fiican, xaqi iyo baadilkii buu kala saaraya. Waa aayaad bayinaad oo waadixaada, axkaam fara badan, xuduud fara badan ba rabbi subxaana wa tacaala uu ku sheegay. Intaa wixii ka dambeysay bay yidhahdeen muuse, waa daliil cada ummadda waxa lala diray, kii xaqa diida dhegtaa lagu dhufanhayaa, waa lala dagaalamahayaa, laakiin wixii ka horreeyey waa la rogi jiray. Wuxuu rabbi subxaana wa tacaala uu leeyahay, kitaabka qur-aanka waa hanuun, oo dadka ayuu hanuun u yahay, qofka ilaahay uu khayr la damca buu hanuun u yahay, waa naxariis, oo kitaabka qur-aanka qofka raaca ee qabsada naxariis buu yahay. Waxaanad mudantihiin inaad waantoontaan, ayuu rabbi subxaana wa tacaala uleeyahay. Walaqad xaqiiqe aataynaa, waxaan siinay muuse, nabi muuse, alkitaaba, kitaab baan siinay, min bacdi maa halagnaa, intaan halagnay kadib, alquruuna aluula, qaryadii hore, basaa'ira xaalu yahay, kitaabkan aragti ayaan siinay, linnaasi dadka u yahay, waxa lagu arko, wahudan hanuun iyo raxmatan naxariis, lacallahum waxay mudan yihiin, yatadakaruuna inay ku waantoomaan. Wallahu subxaana wa tacaala aclam.